يسعد صباحكم من جديد. اليوم عم تحتفل الأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، فلابد من الحديث عن التقويم الهجري وأهميته الثقافية والدينية والتاريخية الكبيرة، وأيضا علاقته وارتباطه بأبرز حدث بالإسلام، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هجرة نبوية حملت في طياتها العديد من القيم والمعاني الإنسانية السامة من صبر وإيمان وتضحية. لنحكي أكثر ضمن فقرتنا الأولى عن التقويم الهجري وعن أهميته وكيف ممكن احتسابه عبر الزمن وكيف يتم رصد أهلة الأشهر القمرية، وأكيد أمور عديدة رح يخبرنا عنها. ضيفنا لليوم الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. أسعد صباحك دكتور، وكل عام وأنت بخير. هايدي، كل عام وأنت بخير. شكرا. نور، كل عام وأنت بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. صباح الخير، ينعاد عليكم بالخير والصحة إن شاء الله يا رب، وتكون أكيد حامل الأمن والأمان وراحة البال والاستقرار يا رب على يا بلدنا بإذن أكيد الله. ينعاد على الأمة الإسلامية بألف خير. خلينا نحكي عن السنة الهجرية وأهميتها، ونحن بنعرف في أساساً فلكياً في فرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية، في اختلاف حتى بعدد الأيام بين 11 و 12 يوم تقريباً. تمام، صحيح بالضبط نور. السنة الهجرية بالبداية هي سنة قمرية، صحيح. يعني خلينا نرجع لأصل السنة الهجرية، لما كان الإنسان على الأرض كان عنده جرمين قراب اللي هن الشمس والقمر، صحيح. اللي كان يشتغل بالزراعة مثل قدماء المصريين اعتمدوا على الشمس والنجوم، فساووا شيء اسمه التقويم الشمسي. نحن عم نحكي على قدماء المصريين. بنفس الوقت كان عندنا البابليين والآشوريين والكلدانيين، كانوا يهتموا بالسفر كثير، فاعتمدوا على القمر ومنازل القمر، ومن هنا نشأ عندنا شيء اسمه التقويم الشمسي، ومرتبط بحركة الأرض حول الشمس، والتقويم القمري الذي يرتبط بدوران القمر حول الأرض. التقويم الشمسي 300 مثل ما بنعرفه 56 يوم وربع، التقويم 365 يوم، التقويم القمري 354 يوم. إذا الفرق بيناتهم 11 يوم. كل 33 سنة يصادف يوم ولادتنا الشمسي القمري. يعني أنا إمتى ولدت بالشهر القمري؟ كل 33 سنة بتصادف اليوم الشمسي مع اليوم القمري. السنة القمرية هي السنة رصدية، تعتمد على رصد مراقبة السماء، دراسة السماء، دراسة الأهلة، إذا هي رصدية تعتمد على الرصد الفلكي. السنة الشمسية لا، حسابية. أنا نور هايدي بقدر لكم إمتى عيد الأم من هلأ لمئة سنة لقدام، لكن ما فيني لكم إمتى رمضان لبعد عشر سنين. ليش؟ لأنه يعتمد على الرصد الفلكي. السنة الهجرية إذن بدأت تقويمها بالسنة القمرية. بزمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إجاه كتاب من عمرو بن العاص، فلما أرى أنه هذا الكتاب، يا ترى إمتى إجا هذا الكتاب؟ أي عام؟ هذا الكتاب هذا العام ولا العام الماضي؟ فوقتها سيدنا عمر بن الخطاب اقترح أنه يكون في سنة تقويم، فاقترحوا الصحابة على سيدنا عمر بداية التقويم، ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، موت الرسول عليه الصلاة والسلام، آخر شيء اتفقوا على هجرة الرسول لأنها كانت فيصل في الدين، فتم اعتماد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الهجرة كانت بربيع الأول، لم تكن بمحرم، صحيح. ولكن تم الاتفاق على البداية بالشهر الذي يلي كتاب سيدنا عمرو بن الخطاب، فاتفق على شهر محرم، وهنا بدأت السنة الهجرية من واحد للهجرة. فعليا نحن ما عندنا شيء اسمه واحد للهجرة، بدأت من زمن سيدنا عمر بن الخطاب. يعني كان مارر كذا سنة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب كثير حلو، نحن يوم الاثنين طلعنا التمسنا الهلال، لم يكن الهلال موجود، بالأمس شاهدنا هلال شهر محرم، وبالتالي اليوم كان بكل دقة بداية شهر محرم. بتفاصيل بسيطة، على فكرة القانون السوري، الدستور السوري، من جمالية بلدنا أنها تأخذ بعين الاعتبار بل تعتمد على التقويم الهجري، صحيح. هو التقويم الأساسي بجميع المراسيم الجمهورية وبجميع القوانين، ويوافق هذا التقويم الهجري التقويم الميلادي. فالتقويم العربي فعليا هو التقويم الهجري، صحيح. وميزة التقويم الهجري أنه دقيق رصدي، ما عندنا أخطاء. يعني على سبيل المثال أخطأنا بشهر ما، هذا الخطأ لا يحمل على شهر يليه، خلص غلطنا بهذا الشهر الخطأ بيموت مع شهره. أما بالتقويم الميلادي الحسابي لا، إذا لا سمح الله حدث خطأ حسابي ما، تتراكم هذه الأخطاء وتزداد لوصولا إلى أرقام كبيرة جدا، كما حدث أكثر من مرة بمحطات العام الميلادي، سواء عام 1572 أو 1871 وإلى آخره، كان في أخطاء بالتقويم الميلادي وتم تعديله. إذن هذا من ميزات
التقويم الهجري، إضافة إلى ذلك ارتباطه بعدة عبادات كالصيام والزكاة والحج. هذا الشيء بيعطينا رونق لهذا التقويم. وعلى فكرة التقويم القمري ليس فقط حكرا خلينا نسميها على الإسلام، لا لا لا، هو فعليا تقويم شمل الديانات السماوية الثلاثة. إضافة إلى ذلك هناك عدة دول مثلا دول تعتمد حتى على موضوع القمر ومنازل القمر والأنواء وارتباط منازل القمر والأنواء والكوكبات بالطقس والمناخ على الأرض. فإذا هي من ميزات التقويم الهجري اللي فعلا هو تقويم مهم جدا. أكيد دكتور، خلينا نوضح أكثر للمشاهدين كيف بيتم احتساب السنة الهجرية عبر الزمان. تمام جدا، بدأ احتساب السنة الهجرية كمان هم كان في نقطة خلينا نسميها تطور بموضوع التقويم أو السنة الهجرية، وخلينا نسميها السنة القمرية وبني عليها السنة الهجرية. الموضوع بدأ، يا ترى هل نحسب نبلش الحساب من الهلال، وهذا ما يقوم به تعتمد عليه الإسلام موضوع الهلال، مثل ما شايفين نحن حاطين عقل أنتم الهلال صحيح. ونجمة، هاي النجمة هي كوكب الزهرة وهذا الهلال هو هلال بداية الشهر. طيب ليش ارتبط الهلال مع النجمة؟ شو هاي النجمة؟ هي كتير نقطة مهمة. هاي النجمة هي مو نجمة، هي كوكب الزهرة، نجمة الصباح ونجمة المساء، نجمة كما يسمونها العاشقين. ليش؟ لأنه هاي النجمة لا تظهر إلا عند شروق الشمس أو بعيدة قبيل شروق الشمس أو بعيد الغروب. وبالتالي ارتبطت هذا الكوكب مع الهلال. دائما احنا دليلنا للهلال هو كوكب الزهرة والذي يشكل نجمة ما مهم. فإذا هل نبدأ بالهلال؟ أوكي، الإسلام يعتمدون على الهلال. هل نعتمد على المحاق أي قبيل الهلال لما يكون القمر مختفي بالسماء ما بين الأرض والشمس، وهنا يسمى التقويم الحسابي، ولا لا نعتمد على القمر البدر؟ في بعض الناس بيعتمدوا على القمر بدر، لكن وجد علميا أن الهلال هو الفيصل. أنا لما أشوف الهلال هايدي نور مثل الشعرة، شلون الشعرة هيك بهالسمك يا ولحظة رصد الهلال صدقوني ولا أروع ولا أجمل. أنه إحنا عم ندور على شعرة بالسماء، بيقولوا عم يدور على إبرة كوم قش، أسهل من أنه دوري على شعرة بالسماء. تحتاج إلى صبر، إلى عيون 100%، إلى دقة، وإلى وجود أدوات مساعدة كالتلسكوبات الموجودة عندنا أو كاميرات السي سي دي. نبحث عن الهلال، نترقب الهلال، لما نشوف الهلال دخلنا الشهر. إذن معيار الدخول إلى السنة القمرية أو الشهر الهجري هو الهلال، هذا الخيط الرفيع الذي يظهر في السماء. هذا الخيط الرفيع مع الأيام يبدأ بالنمو فيسمى هلال أول، تربيع أول، أحدب أول، فالبدر المضيء. البدر هو الفيصل، هو منتصف الشهر القمري، بيتراجع بعد البدر، أحدب ثاني، تربيع ثاني، وهلال أخير، ويختفي في السماء. عندما يختفي في السماء بعنا بيكون ليلة بيقولوا ما فيها ضوء قمر، هاي الليلة ما فيها ضوء قمر. دائما كل شهر في عنا ليلة ما فيها ضوء قمر، وأحيانا ليلتين نترقب بعد منا الهلال الشديد، وهكذا تتوالى الأشهر القمرية، وهكذا تمر السنوات الهجرية. كل عام وانتم بخير، نحن صرنا عام 1445 صحيح، يعني 1445 سنة ونحن نترقب. تخيلوا ما أجملها هذا الهلال، ولما حدا يشوفه شوفوا الفرحة. أولا بيطمئن أنه عيونه سليمة 100%، هذا يمكن حالة نفسية قوية. ثانيا المنظر جميل جدا، بياخذ إضاءة بسيطة وعم يعكس إضاءة جميلة، فحتى منظره بالتلسكوبات رائع جدا. طيب حكيت كيف عم يتم فعليا رصد السنة الهجرية من خلال المركز والتلسكوب. سابقا كيف كان يتم احتساب السنة الهجرية؟ يعني نحن عم نحكي عن 1445 عام، يعني فكيف كان يتم احتساب السنة الهجرية؟ حلو نور. هلا انا حقسم سؤالك لفترتين. الفترة خلينا نسميها ما قبل التلسكوبات وما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مع بناء المآذن والجوامع كالجامع الأموي. صحيح. الجامع الأموي نور هايدي كان فيه ابن الشاطر الدمشقي، وهو أحد العلماء الفلك المشهورين على مستوى العالم كله، وبنى مزولة على الجامع الأموي. كان يصعد مئذنة العروس للرصد تماما، كان المئذنة شغلة عالية، يعني إطلالة مثل ما بيقولوا مثل جبل قاسيون، فإطلالة ومفتوح الأفق، كانت الأعلى لأنه صحيح. تماما، فكانوا يطلعوا للمآذن ويرصدوا الهلال. لكن بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام نور لم يكن هناك تلوث مناخي ولا تلوث
ضوئي، وبالتالي كانت السماء صافية جدا، فكانوا يستطيعون رؤية الهلال بعد بقاء أو في فترة مكس قد تصل إلى 10 دقائق فقط. فهذا الصفاء بالجو ضوئيا ومناخيا سمح لهم برؤية الهلال ببساطة. جينا يا هايدي يا نور على وقتنا هذا، تلوث مناخي وتلوث ضوئي واحتباس حراري ودخان وما بعرف شو، حتى منظر الأرض من الفضاء أصبح مثل الشعلة من كثر إضاءات المدن. هذا الشيء منع رؤية الهلال، فصرنا بحاجة إلى وسائل مساعدة. مثل هلأ نحن العيون تأثرت بالشاشات فصرنا نستخدم النظارات، فصار عندنا وسائل مساعدة اللي هي التلسكوبات. التلسكوبات لا توجد شيء غير موجود، التلسكوبات تريح النظر، فقط بتحاول تصفي لي الشوائب وتعطيني الهلال برونقه، ما بتعطيني شيء موجود. إذا صار عندنا شيء اسمه التلسكوبات لحتى نعالج موضوع الاحتباس الحراري والتلوث الضوئي، وهلأ كل ماله عم يزيد هذا الشيء. فتطور التلسكوب الى كاميرات السي سي دي، وهي كاميرات عالية الحساسية. طيب بالمستقبل كمان راح يتطور هذا الشيء، كمان لازم نخترع وسيلة تساعدنا برؤية الهلال، لأن رؤية الهلال هي الفيصل. ما فيني انا اعتمد على فقط الحسابات بموضوع الأشهر القمرية، يجب ان يكون على الأقل هناك إمكانية، اذا ما قلنا رؤية، إمكانية رؤية للهلال. وهذا الشيء عم يريحنا ايضا بتطور التكنولوجيا والتواصل العالمي، صرنا نحن كلنا ككرة أرضية كأننا دولة واحدة، كأننا عالم واحد. فإذا رؤية الهلال في أي دولة نستطيع أن نراه من خلال الشاشات ومن خلال التواصل في سوريا، وبالتالي كان في عندنا شيء اسمه وحدة مطالع، أي وحدة الأمة العربية والإسلامية على الأهلة. فإذا هذا السبب نور، وسؤال كثير مهم، لاستخدام التلسكوبات وتطور التكنولوجيا. السبب هو ما قام به الإنسان من إساءة الى خلينا نسميه الغلاف الجوي والى الافق، واللي منع اليوم رؤيه الهلال بالعين المجرده او خلاها صعبه جدا ولا يظهر باليوم الاول. يعني صار من المستحيل انه من شبه المستحيل انه يرى الهلال باليوم الاول، صار صعب. يعني فينا نقول انه الشهور الهجريه هي تقريبا 12 شهر، في 4 منها حرم. خلينا نوضح عنهم اكثر، نحكي عن المناسبات او الاحداث اللي ممكن تصير فيهم. تمام. هلا في نقطه كثير مهمه بهالنقطه بالذات. الاشهر الهجريه هي 12 شهر والاشهر الميلاديه 12 شهر، لكن الاشهر الميلاديه هي 30 31 صحيح، الاشهر الهجريه اقصر. تماما، 29 او 30 هم فرق اليوم يلي عم يتجمع كل سنه ب 11 ب 11 يوم كل سنه. عندنا 11 يوم فرق ما بين السنه الهجريه والسنه الميلاديه. طبعا السنه الهجريه فيها عده محطات من هذه الحجه وذي القعده ومحرم، هدول اشهر الحرم الثلاثه المتتابعه المتتاليه، محرم وذي الحجه وذي القعده، وياتي رجب الفرد يلي لحاله، ما يعني بيكون بعيد عنهم. هدول هم الاربعه الحرم، الثلاثه ذي الحجه لحظي معي هذه مرتبط بالحج، اذا هلال ضروري جدا. تمام. محرم مرتبط ببدايه السنه الهجريه، ايضا يرتبط بالهلال، اذا صار عندي اثنين. ذي القعده هو قبل نهايه العام بشهر، لانه نهايه العام بالسنه الهجريه هو ذي الحجه. الزكاه، احتساب الزكاه. نجي شو سبب توائم هالاسماء؟ يعني كثير حلو. الاسماء اتت هايدي من فتره وضع الاشهر، يعني كان رمضان في الرمضاء في الحر الشديد تسمي رمضان، ذي الحجه كان موسم الحج حتى قبل الاسلام، هي اسماء مو فقط بالاسلام، قبل الاسلام كانت ذي الحجه، ذي القعده كانوا يقعدون عن القتال، محرم الحرام، حرام في قتال، رجب شعب شوال، كمان ايضا استقرار وتزاوج الابل، خلينا نسمي ربيع الاول ربيع الثاني فتره الربيع، تمام، جمادى الاولى جمادى الثاني البرد. طيب هلا بتساليني طيب جمادى الاولى وجمادى الثانية ممكن يجوا بالصيف؟ صحيح. طيب كيف كان عندهم اسمه جمادى الاولى وجمادى الثانية ولا اجوا بالصيف؟ لسببين. اول سبب، كانوا اجدادنا القدماء بالتقويم القمري يتبعون شيء اسمه النسيء، يعني مشان ما يتحاربوا بأشهر محددة كانوا يضيفوا أيام للشهر الهجري، بحيث أنه يجي الأشهر الحرم بفترات مثلاً حر كتير. نحن هلأ بالحر كتير ما فينا نطلع، شايفين نحن الشوب هلأ وديش نحن هيك، بيكون الواحد بحس حاله أنه تعبان وقدران يتحرك، فكانوا يعملوا شيء اسمه النسيء، يضيفوا أيام للأشهر بحيث هذه الأشهر تبقى ثابتة. وهنا أصبح أسماء الأشهر ثابتة،
ربيع ربيع بيعتبر ربيع، ذي الحجة ذي الحجة، جمادى بالبرد. ولكن عندما أتى الإسلام ونسخ النسيء ورفضه بدأت الأشهر تدور. فقد يأتي رمضان مثل هلأ رمضان بالربيع وحياتي بالشتاء، فكسرت فكرة أن رمضان هي الرمضاء والحر الشديد والجمادة هي البرد، فأصبحت الأشهر القمرية دوارة. وهذا على فكرة كمان من جمالية الأشهر القمرية، مو بس لازم إحنا لازم نصوم بالصيف، منصوم بالصيف وبالشتاء وبالربيع وبالخريف، على القليل بعمرنا منجرب الفصول الأربعة بالصيام مثلا، بالحج كمان نفس الشيء، الحج بالشتاء يختلف عن الحج بالصيف. وعلى فكرة الحج بالصيف تخيلوا معي هايدي نور، هذا العام تحديدا الحج هذا العام لما كانوا الناس واقفين بعرفات، يوم وقفة عرفات سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بتاريخها يوم عرفات. فإذا تخيل الصعوبة التي تكبدها الحجاج، ونحن على عدم المؤاخذة بتطور في باصات مكيفة، فنادق خمس نجوم، مكيفات بالطرق، فتخيلوا بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام. بس أتوقع أن بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصلت الحرارة للأرقام اللي عم تصلها اليوم بسبب التلوث المناخي مثل ما عم نحكي، اللي له آثار والاحتباس الحراري. أساساً في قمة مناخ لتحكي عن هذا الموضوع وتحكي عن أهميته، بس خلينا نحكي عن المحطات المهمة التاريخية بالسنة الهجرية إذا بدنا نحكي خلال الأشهر القمرية الإسلامية. تمام، هلا في محطات مهمة جدا بالسنة الهجرية اللي هي بتبلش برمضان، شوال، هدول اثنين كثير محطتين مهمتين، ذو الحجة نقطة كثير مهمة، حتى محرم، شهر محرم أيضا في محطات مهمة جدا. يعني مع بداية السنة الهجرية بنلاحظ إنه في حيكون في العشر الأول من محرم ينتهي بعاشوراء وطقوسه، هي كل الطقوس تشكل محطات تبدأ مع بداية السنة الهجرية. بداية السنة الهجرية فعلا يعني نحن هذا الشيء كتير كتير مهم وكتير محوري، وأنا فعلا بتوجه لكم بالشكر أنه سلطت الضوء على السنة الهجرية. للأسف الشديد كتير من الجيل الجديد لا يعرف أسماء الأشهر الهجرية ولا نحن بأي عام، فهيك تعمدت أنه أذكر أكثر مرة نحن بأي عام، لأنه للأسف الشديد نحن اهتمينا بالسنة الميلادية ونسينا السنة الأساسية إلنا. وأساساً ما كان البيت بيخلق من روزنامة موجودة فيها السنة الهجرية وتفاصيلها، وكنا نحن المحطات الهامة بس بدنا ناخذ الورقة لنعرف بعض التفاصيل، ننبسط بكل هاي التفاصيل الموجودة والمؤرخ، لأن السنة الهجرية بشكل أو بآخر ترتبط بأفكار ومحطات هامة بحياتنا ومؤثرة علينا. يعني ما حدا بينكر مهما كان خلينا نسميه مذهبه أو ديانته، ما حدا بينكر شهر رمضان وأجواءه، ما حدا بيقدر ينكر عيد الأضحى وعيد الفطر وتعطيل المدارس وتعطيل الجامعات. فإذا في محطات مهمة جدا، هذه المحطات ترتبط بهذه السنة الهجرية وترتبط بقيم ومبادئ وأخلاق المسلمين اليوم. صحيح، برافو دور. وبالتالي من الضروري أن نسلط الضوء على السنة الهجرية. كان في ميزة حلوة لما كنا طلاب مدارس، كانوا يكتبوا دائما على اللوح اليوم والتاريخ والسنة الهجرية والسنة الميلادية، كانت صح شغلة بسيطة بس ممتعة. صحيح، تترك أثر في عنا. أولا نتفكر بتتوالي الأيام وتتابعها، منشوف قديش عم يمضي علينا أيام، نستذكر نحن وين، شو المحطة القادمة عنا، يا ترى شو جاينا هلا، عيد الأضحى، عيد الفطر، شو لازم نعمل، شو لازم نساوي. فإذا هاي كتير نقاط كانت مهمة جدا. اليوم التكنولوجيا فادتنا بنواحي عديدة لكن خلتنا كسلانين بنواحي تانية، وهي مشكلة حقيقة، يعني مشكلة كتير كبيرة، وخاصة نحن مقبلين كمان على أمور كتير كبيرة بما يتعلق بالمناخ والتغيرات الحرارية. يلي فعلا يلي بيعرف الشيء اللي عم يصير، الشيء يعني لازم تكون قمة المناخ هذا العام مختلفة فيصلية. صحيح، لا لازم تكون فيصلية، ما عاد في مجال، نحن على أبواب كارثة بيئية. تمام، فعلا فلازم تكون غير كل عام. هالعام بالإمارات حتكون بنوفمبر بتشرين الثاني، فبالتالي يجب أن يأخذ عليها قرارات هامة جدا. امبارح نور هايدي سجلت إيطاليا 41.8 يعني 42 درجة، أول مرة بروما تسجل هذه الحرارة. صحيح، ما عندهم الحرارة، ما عندهم بأوروبا، ما عندهم فوق ال 35-36، نحن عم نحكي 42، ما عم نحكي والله زادت نص درجة درجة، عم نحكي زادت 6-7 درجات. بسوريا ارتفعت عن معدلاتها 7 درجات. صحيح، فإذا نحن عنا مشكلة عم نشهد ارتفاع كبير. تمام دكتور، شو بنقصد اليوم لما نقول سنة هجرية كبيسة أو سنة هجرية عادية، شو الفرق بينها؟ كثير حلو، مثل السنة الميلادية كل أربع سنين
مش باط يا حرام اللي هو 28 بياخذ يوم فبيصير 29. ايضا بالسنه الهجريه في عندنا سنوات هجريه كبيسه تعتمد على دوران القمر حول الارض، لكن بما انه السنه الهجريه رصديه السنه الكبيسه لحالها بتظهر معنا يعني بدون لا شعوريا ما لك حاجه لحساب بنلاحظ انه دراسه القمر وحركه القمر حول الارض لحالها بتكبس يعني لحالها بيظهر معنا هذا الاختلاف اللي هو كمان يوم لكن يوم هو كل ثلاثه كل 11 يعني ما في مثل اربع سنين مثل السنه الميلاديه لا هو كتل 3 11 33 هذه الكتل هي ناتج قسمه السنه القمريه على ثلاثه. المهم السنه الميلاديه لا هذه السنه الكبيسه هي حسابيه لانه اجوا اخذوا من شباط يا حرام صار عندنا اب وايلول وتموز 31 على اب فاخذوا من شباط فلما درسوا لاحظوا انه السنه القمريه الشمسيه 365 يوم وربع طيب هالربع كل اربع سنين ربع 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 صار واحد هذا الواحد يضاف لشباط هي السنه الكبيسه الميلاديه اذا السنه الكبيسه الميلاديه هي حسابيه نتجت عن الاخطاء الحسابيه وحتى لازم كمان في عنا اضافات لانه يومنا نحن العادي 24 ساعه تخيل انه هيدي ابدا ما له 24 ساعه ما في يوم 24 ساعه اليوم الحقيقي 23 ساعه و56 دقيقه واجزاء من الساعه 48 ثانيه تخيلوا يومنا ما له 24 ساعه نحن يومنا اقل من 24 ساعه باربع دقائق لكن هي الاربع دقائق لانه حياتنا مدنيه يتم تجاهلها فخلص نعتبرها 24 ساعه طيب هالاربع دقائق وين عم تروح مع الايام عم نلمسها لما ينحرف الاعتدال الربيعي عن عيد الام عم نلمسها لما يمتدوا الفصول ويتغير بدايتهم عم نلمسها بالتغيرات اما السنه القمريه او السنه الهجريه هي سنه رصديه لحاله بيظهر الاختلاف وتصحح نفسها بنفسها فلا تظهر تلك العمليات ولا تظهر تلك التغيرات بالايام والسنين. وقتنا معك خلص ودائما للحديث تتم معك نتشكرك بالختام على كل المعلومات اللي حكينا عنها شكرا كثير لك. نور هايدي يسعد صباحكم صباح الخير وكل عام وانتم بالف خير. شكرا لك يا دكتور ولكل المعلومات المهمه يلي قدمت لنا اياها عن التقويم الهجري. شكرا لك.